متابعي ومشاهدي قناة بلاز واق تي في، هذا واحد الحوض اللي كاين بالمنطقة ديال أهل الغلام سيدي مومن، مقاطعة سيدي مومن، عمالة البرنوسي. هنا كاين معنا مجموعة ديال الساكنة اللي كتعاني دورة بهذه المياه العادمة اللي كما كتشاهدوا معنا متابعي ومشاهدي قناة بلاز واق تي في، اللي كتعطي واحد الرائحة يعني كريهة. إذن متابعي ومشاهدي قناة بلاز واق تي في، كما كتشاهدوا معنا هذا المستنقع هذا اللي فيه المياه العادمة اللي كتعطي واحد الرائحه اللي كتسبب لهاد الوليدات الصغار يعني في الحشرات السامه وفي خروج حشرات الزواحف. كما كتشاهدوا معنا يعني هذا المستنقع يعني اللي كيشكل عليهم واحد 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 الخطر من جانب الصحه، وخطر عاوتاني من الجانب ديال الحشرات الزواحف او حشرات السامه من الناموس، رق الزيت، كاين الافاعي، كاين مجموعه ديال الحشرات. كما كتشاهدوا معنا هذا هو المستنقع ديال المياه العادمه الذي يصب فيه جميع التجزئات اللي كاينين هنا ديال الاكدال وتجزئات الفلاح. يعني الناس كتعاني هنا مقابل هذا المستنقع هذا كما كتشاهدوا معنا. السلام عليكم، تحيه اخويا مصطفى على تلبيه النداء ديالنا وناشط تربوي. اخويا هذا المشكل اللي كنطيحوا فيه نظرا لعده شكايات، الشكايات اللي كنا درنا وقيل ربما سنه هذه، هنا الشكايات كامله هذه فك العزله ورفع الضرر. درنا خويا الشكايه ديال رش المبيدات الحشريه الى السيد رئيس مقاطعه سيدي مومن. تقريبا هذه تقريبا الشكايات اللي كنا درناهم تقريبا هاد السيمانه، كاين الشكايه اللي عندها سنه، كاين الشكايه اللي عندها 6 شهور، كاين الشكايه اللي عندها على حسب جمع الحشرات. هذا فيما يخص دابا المشكل ديال الساكنه، الساكنه مضروره، كاينين الوليدات عندهم عندهم دابا فهاد الشكايات. واش الناس كتجاوب معاك؟ يمكن لي نقول لك واش تقرب الاداره من المواطن، واش كتلتمس فهاد الناس ولا ما كتلتمسش؟ اخويا ما نقدرش نقول لك انا كنلتمس، لان المشكل كالشكايه حنا ما كنتسناوش دابا في الالتماس، كنتسناو في حل المشكل ديال الحل الجذري. راه كتجي كيديروا لك واحد مثلا كيديو خدمه ديال نص ساعه ولا ساعه، واش خدمه ديال نص ساعه ولا ساعه تقضي لنا على الكارثه؟ راه يمكنش تقضي لنا على الكارثه هذه. هذه راه خدمه ديال الناس كيحطوا فيها برنامج، مهندسين، مؤطرين، تقنيين، مدراء، كتجي البيرو ديالها، البيرو ديالها باش يجيو يكرطوا لنا الحفره ما جاوش. هما دابا ونظرا انه الغريب في الامر ان لقينا واحد الشاحنه، فهمتي، شاحنه كدير واحد مشكل اللي هو خطير، هذا باقي ما تاكدناش منه، ولكن هو راه كاين كيخويو من بلاصه اخرى كيجيو كيكبوا لنا الحفره هنايا. هذا نظريه اخرى. نظريه اخرى لان كاينين الناس، كاين واحد السيد كنعرفو صديق ديال عنده ثلاثه توام، جوج مرضوا دابا بالحساسيه بسبب هذه الريحه. كاينين الناس الكبار العين ديالهم داك الشيء هما عندهم الدواء، عندهم المسائل، عندهم هذه. حنا كنتواصلوا، فهمتي، كنتواصلوا مع الناس ديال المقاطعه، مع الناس ديال العماله، مع الناس ديال الملحقه، كنتواصلوا. كيكون واحد شويه ديال التواصل، ولكن هذا غير يعني مثل الملحقه الاداريه راه غير قادره على تحل لنا هذا المشكل. مقاطعه بوحدها الغلام كبير باش تحل لك هذا المشكل، راه ما يمكنش. هذا المشكل كيتجمعوا فيه ناس، كيتجمعوا فيه شركاء، فهمتي، كيتجمعوا فيه شركات، كيتجمعوا فيه ناس بزاف، فهمتي. ونخلي الكلمه للناس اللي مضروره، راه الناس اللي مضروره، هاد السيده تاهي راه مضروره، عندها ولاد صغار، هاد السيد تاهو راه مضرور، يعني هاد الناس راه كاملين الريحه. شوف هذا، انت شوف الشراجم، الشراجم ديما مسدودين، راه ديما مسدودين الشراجم، راه ما كيحلوهمش بالليل، ما كيحلوهمش. شنو هو المشكل؟ المشكل هو ديال الرائحه. حنا ما بغينا حتى شي حاجه، حنا بغينا السيد الوالي يجي يدير لنا واحد الزياره لهاد المنطقه، الله يرحم الوالدين. انا راه كنشوف، راه كنمشي لسيدي عثمان، كازا راه كتصيب، ما نكروش، كازا راه كتصيب، وغادي الناس خدامين، خدامين الناس في سيدي عثمان، في برنوسي، في حي محمدي، في المدينه. تصور شارع سيدي مسعود اللي كان اطراد، طلع لي دابا شوفوا كي ولا. وهاد المنطقه اخويا راه 20 عام، راه منذ زياره محمد السادس لسيدي مومن 2005، راه سيدي مومن راه كاين الفلوس، ماشي ما كاينه، كاينه ميزانيه كتحط، فهمتي، كيحطها سيدنا، كيقول لهم سيدي مومن خدموه. هاد سيدي مومن اخويا راه مابغوش يخدموه، ما عرفش مناش، واش المجتمع المدني ما كيتحركش، واش حنا اللي فينا الديفو، واش هما اللي كيقولوا حنا ما كتواصلوش، ما عرفتش. النخبه السياسيه بحال رئيس مقاطعه ولا النواب ديالو ولا الرؤساء ديال المنطقه، شوف ما عمرني شفت واحد، انا كنعرفهم كاملين، راه مدوز ما عرفتش شحال من مجلس جماعي، شحال من مجلس اقليمي، شحال من مجلس، دوزت معاهم اللجان كاملين، الدورات كنحضر، الدورات كنحضر، هذه كنعرفهم كاملين. المساله ديال الانتخابيه شغلهم هذاك دبر راسهم. حنا كمواطنين عزيزنا بلادنا، بغينا المنطقه ديالنا تحسن، بغينا الملاعب القرب، بغينا الجرادي الوليدات، والتاتر في العشيه ان شاء الله غندير معاك لقاء اخر ونشوف الوليدات فين كيلعبوا، فهمت، ونجي نشوف الوليدات كيلعبوا، وغنمشيو غير على واحد بعد 10 كيلومتر ولا مع 6 كيلومتر الحي الازهر، غتشوف جرادي وغتشوف اصلاحات وغتشوف. السلام عليكم.
انت الاخ من الساكنه ياك؟ انا من الساكنه، ولا يعني من الناس ديال الساكنه ديال يعني المستفيدين ديال الفلاح، حي الفلاح منطقه سيدي مومن. مالا كنظن بان الاخ سمير قال بما فيه الكفايه بالنسبه لهذا المستنقع الدار، يعني خصو يكون ليه واحد الحل، يعني واحد الحل جذري، لانه كيشكل واحد خطر على الساكنه كامله. لا تصور معايا انا دابا في داري بالنهار كينصهد ياك، كنحل باش ننفس الجو عندي في الدار، تصور كيدخل الحشرات كيدخل، وعندي حتى بالنسبه للدري عندي ازماتيك هنا بالنسبه لهاد البلاصه تزاد عليه الحال. وبالنسبه للحل ديال هاد المستنقع راه كانوا الناس داروا شكايه وجاو شي ناس ياك شافوا بالنسبه لليديك، وشي ناس من المسؤولين من الجامعه موظفه ديال الجامعه، ولكن الحل ما كاينش. شنو هو الحل؟ بحال قلتي خص تكون واحد الشراكه وواحد الميزانيه كبيره لحزب باش يدار واحد الحل نهائي. هما اش كيديروا دابا؟ حدهم كيجي واش كيديروا؟ كيداويو، قال لك كيداوي، يعني كيجي كيداوي وكيمشي. اين فوا كيمشيو راه بزاف الحوايج كيتزادوا هنا اللي خطأ. هو دابا واحد الوقت كانت شويه، دابا ما تزادش كاع، دابا راه ولا الربيع ناض، الخضره ناض، الصوت ديال الصوت والريحه.